رجعنا لكم مرة تانية. الكرة الشاطئية في مصر يعني من الرياضات اللي هي محققة إنجازات، والرجالة عاملة شغل كويس جدا ورائع جدا على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. بس إحنا عايزين بقى نتعرف على الكرة الشاطئية في مصر. بينضم لينا كابتن منتخب مصر مصطفى سمير، يا صباح الخيرات. صباح الفل. كمان كابتن حسان محمد، يا صباح الخيرات. صباح الفل. عايزين سريعا بقى نتكلم على الكرة الشاطئية، تاريخ الكرة الشاطئية في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول انا بشكر حضرتك وانا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده. طبعا الشرف ليا. وانا مصطفى سمير من 2008 في منتخب مصر. فطبعا اللعبه دي هي بدات امتى في مصر؟ هي من 2005. من 2005 انا من 2008 يعني تقريبا. انت عاصرت تقريبا، عاصرت كل وجود او ظهور اللعبه دي في مصر. احنا محقق، انا في تاريخ انا محقق البطوله العربيه مرتين. بطوله الاولمبياد في ايطاليا مره ميداليه فضيه. لعب 8 كاس امم افريقيا، 5 كاس عالم قارات، واخرها كان في كاس افريقيا، وصل للنهائي لكاس العالم. مؤهله لكاس العالم في افريقيا. لعب 8 بطولات وديه دوليه، حصل منهم على 3، وفي 4 منهم وصل المركز الثاني. ف ما شاء الله معدل فوق ال 170 ماتش يعني. الله دوري ما شاء الله. فتاريخ في اللعبه كابتن مصطفى تاريخ. انا طبعا بكلم حضرتك. انا عايز اسالك حاجه كابتن حسين. يعني ايه الفرق ما بين الكره الشاطئيه، كره القدم الشاطئيه، وكره القدم العاديه؟ كره القدم الشاطئيه البدني اعلى شويه من الكره العاديه. ومهاري. مهاري امهر من الكره العاديه. يعني محتاجه فتنس، ومحتاجه فيها مهارات ممتعه زي الباكورد فيها. احنا كمنتخب مصر بنشتغل شغل خماسي على الرمل، مش كل الكوره فوق والكلام ده. اوروبا بتتميز بالمدرسه اللي هي شغل فوق، كله على الطاير وكله في الهواء. احنا بنشتغل شغل خماسي على الارض، بتبقى بالنسبه لنا اسهل من فوق. كنترول بيبقى صعب شويه فوق شويه علينا. بتتمرنوا ازاي؟ يعني ايه التأهيل البدني علشان ما شاء الله يعني منتخب مصر كرة القدم الشاطئية عامل بطولات، عامل انجازات يعني اقليميا ودوليا يعني. بتتمرنوا ازاي؟ انا حضرتك طبعا بتيجي بالخبرة، هي اللعبة طبعا كل ما تكون خبرة كل ما بتعرف تستفيد، عارف انت بتعمل ايه. طبعا حضرتك كل البطولات مثلا المنتخب بيحققها والكلام ده كله وانت ما عندكش دوري. يعني المنتخب الوحيد اللي يعتبر محقق نجاحات الفتره الاخيره وقبل كده، بس ما عندوش دوري. فالتمرين بتعمل مثلا اذا كان المعسكر قبلها، طبعا احنا الفتره الاخيره يمكن الاهتمام كان افضل شويه طبعا. فحققنا الحمد لله صعود كاس العالم في افريقيا. طبعا في افريقيا احنا اصعب منتخب بيلعب بطوله افريقيا، الثمان فرق اقوى من بعض. اصعب منتخب بيلعب بطوله، اصعب منتخب بيلعب بطوله افريقيا. من اول لحد الثامن منتخبات قويه جدا. طبعا حضرتك عارف الافارقه بدني وقوه جدا. وغير طبعا في اوقات بتلعب في درجه حراره عاليه. فالحمد لله بتحقق النجاحات دي وانت ما عندكش دوري. فانا بكلم حضرتك وانا مش قصدي حاجه، ف 15 سنه ومحدش يعرفني، بمثل منتخب مصر وبطلع بتعرف الناس ان انا مصطفى سمير لاعب منتخب مصر. ايه الدعم اللي انتوا محتاجينه علشان، سواء دعم مادي معنوي عايزين نتكلم عليه، علشان اللعبه دي تنتشر في مصر؟ بنشوف بعض اللاعبات يعني احنا انتوا طالعين تم تاهل كره القدم الشاطئيه، منتخب كره القدم الشاطئيه المصري لكاس العالم في دبي. في دبي شهر 11. صح كده، في شهر 11 باذن الله. فاحنا ما شاء الله يعني عاملين انجازات، عاملين بطولات. وكابتن مصطفى انت كمان قلت ذكرت يعني ان انتوا كمنتخب مصر واخدين بطولات كتيره جدا. ايه اللي احنا محتاجينه؟ دعم مادي، دعم معنوي علشان اللعبه دي تنتشر في مصر. هو الدعم المادي حضرتك يعني الاتحاد ما بيتاخرش. بس في ازمات ماليه، احنا عارفين ان الاتحاد عنده ازمه ماليه والكلام ده كله. الفتره الاخيره يعني. الفتره الاخيره الفلوس بتتاخر علينا والكلام ده كله، بس احنا عارفين ان الاتحاد ما فيش جنيه الا ما بيطلع يعني. بس أوكي. احنا برضو تمام. حته سيادة الوزير برضو بنناشده، سيادة الدكتور برضو أشرف صبحي ما بيبخلش على أولاده ولا أي حد من أبطال مصر اللي بيعملوا إنجاز، وإحنا مش أقل من أي حد عامل إنجاز في البلد. بالعكس يعني إحنا صاعدين كأس عالم واخدين كأس عرب، فالمفروض يبقى في تكريم، بس نوعا ما نحس إن إحنا بس منتخب مصر. بالحديث عن التكريمات، مكافأة الصعود لكأس العالم كانت تقريبا كام؟
لا والله مش قصه حاجه والله، بس هي احنا طبعا مش ان احنا بنوصل بس معلومه لا احنا عايزين للمسؤولين نعرف، احنا طبعا عايزين نعرف. انا دلوقتي احنا بس مش احنا بتقابلنا قصه المشكله ان انا راجل مثلا في لعيبه اتاذت في الانديه بتاعتها في الدرجه الثانيه والثالثه بسبب منتخب عشان بمثل منتخب مصر. ما فهمتش يعني ايه؟ انا دلوقتي انا ما عندناش مفيش دوري فطبعا في لعيبه بتلعب في الدرجه الثانيه والثالثه في الملاعب الكبيره، فطبعا لما بيجي اللعيب بيجي يوصل للمنتخب فبيخيروا ما بين المنتخب وما بين النادي. طبعا حضرتك الانديه دي برضو ما بتقول ان هو اصلا ما فيش دوري، ما بيضطر ان هو بيجي من النادي. بنلعب ممتاز به وفي ناس بتلعب درجه ثالثه، فبيتبعت فاكس من اتحاد الكوره للنادي، فطبعا النادي ممكن يرخم على اللعيب او ممكن يودي اللعيب، بس بعد كده بيبتدي هو مش اتحاد الكوره ليه الابر هاند ليه يعني ده طبيعي ده سيطره ده طبيعي، بس هي ممكن في حاجات ثانيه حضرتك عارفها بتبقى حاجات تانية هو النادي حضرتك بس استاذ رجاء ما هو متعاقد معاك، النادي متعاقد معاك مش عشان منتخب شاطئ والكلام ده، الكلام ده احنا لو منتخب اول كره قدم عاديه اقول لك ماشي، النادي بياخدك انت ما بتوقفش يعني عشان انا بس انا والله انا عايز افهم يعني النادي لو احنا في مثلا بطوله كاس العالم مثلا منتخب مصر اللعيب يروح شاطئيه متاهل لدبي اللعيب مثلا ما فيش مشاكل لو حد مثلا والنادي هيقول لك لا والله انا عايزك ما تلعبش ما هنا بيخيرك ما بين ان انت بتخسر حضرتك طبعا عارف ان المبالغ ما بتبقاش جامده، ما بين هنا اللعيب بيخسر لو جه هنا مثلا ساب النادي وراح المنتخب طبعا حقق انجاز طبعا بيرجع بيلاقي نفسه المبالغ اللي هو مثلا المبلغ اللي هو الرمزي بالنسبه للاعب ولا اي حاجه، فخسر مشكله النادي بيتلكك له في حاجه تانية او ممكن ما بقاش موجود. بتلعب انت طبعا في منتخب مصر، منتخب مصر على قد طبعا الامكانيات والماديات، فانت طبعا في كل حاجه اللعيب خدته كام مكافاه التاهل لكاس العالم في دبي؟ احنا لسه مستنيين يعني ان شاء الله. وعدتوا طيب بكام ان انتوا تاخدوا المكافاه تبقى كام؟ والله احنا اللائحه مش عارفينها، احنا بس في ازمه بس هي ملايه في الاتحاد، فاحنا بنناشد ان هي مثلا عشان الاتحاد هو طبعا غصب عنه ان دي حاجه غصب عن خارجه عن اراده الناس كلها فبنناشد ان احنا طبعا اللعيبه ديت غير اللعيبه بتاعت الدوري الممتاز والناس المحترفين، الناس دي معاها ملايين مثلا ربنا يزيدهم، اللعيبه دي معلش فبيلعب النهارده حقق بطوله، النهارده حقق بطوله ممكن الفتره الجايه ما يبقاش موجود. اخر بطوله احنا حققناها ايه؟ البطوله العربيه في كاس العرب في جده، كانت في شهر في جده في شهر الشهر اللي فات ده في شهر 5 اكيد بقى اكيد حصلتوا على مكافآت تاني. ما هو احنا التأهل كان في مشكله، ما احنا بنقول لحضرتك لا احنا منتظرين المشكله، احنا منتظرين هي الناس ما بتتاخرش بس في ازمه ماليه لسه في الاتحاد، ما فيش لسه يعني احنا مقدرين الكلام ده، واحنا الناس على قد في المعسكر بتديك الامكانيات اللي في متاحه ليهم، لكن الازمه ماليه توصلتوني ان انا فاكرين يقول لك انت لما بتخبط على الباب مين اللي بيفتح عندكم؟ اخر مكافاه طيب خدتوها كانت امتى؟ من شهرين مثلا كانت عن ايه بقى؟ خدنا ماتشات افريقيا. ايه ماتشات افريقيا؟ بطولة افريقيا يعني؟ بطولة افريقيا خدنا الماتشات، بس كصعود كاس عالم المكافأة دي بتبقى لوحدها خاصة لوحدها لسه. المشاركة في الماتشات؟ خدناها. خدنا مكافأة المشاركة في الماتشات بطولة افريقيا. تمام. كانت كام؟ ما حضرتك مش ما انا عايز اقول بس عشان الناس تعرف يا جماعة، ما هو في علشان او حتى الزملاء بيقولوا تقريبا ان انتوا خايفين عشان الضرايب. لا لا لا، لا هو في ضرايب ايه ده؟ ضرايب لا ضرايب هو في حته بس عشان الناس فاكره ان منتخب الشاطئيه عشان احنا مهما يكون مش قصدي مهما يكون مش هتوصل برضو المكافئات حد في درجه ثانيه ودرجه ثالثه. احنا بناخد مكافاه الماتش بتبقى 5000 جنيه وبينزل منهم درجه. 5000 جنيه لمكافاه الماتش وبينزل منهم المباراه. وتقريبا انا جات لي لسه معلومه على الهواء مباشره، ما اعرفش دي اكيد ولا لا، ان مكافاه التاهل لكاس العالم 40000 دولار صح كده؟ لا 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 احنا بنتعامل بالجنيه. اوكي 40000 جنيه يعني غالبا دولار؟ لا. لا لو بالدولار ممكن ما نقعدش هنا اصلا. بحاول يعني اجر منكم اي معلومه. طيب لا المشكله بس ان احنا مش عايزين قصه ان انا يعني حد يزعل ولا قصدي حاجه. احنا بنتكلم ان احنا ملخص الموضوع انا بلعب في منتخب مصر فمنتخب مصر المفروض مميز عن اي شيء في اللعبه. بمثل مش عن انا كمان اي لعبه فرديه بيمثل منتخب مصر لازم مميز في كل حاجه. اكيد طبعا الناس ما بتاثرش معانا، الناس على قد بس احنا بنطلب الدعم اكتر من كده، ومش لازم يعني انا بقول لحضرتك انا مثلت مصر مثلا 15 سنه قول لي عملت ايه اقول لك انا ما عملتش حاجه. هيجي بطل كوره هيعاني بعد الكوره. لا مش قصه يعني انا بعد دي بتكلم بصراحه في لعيبه معانا استاذ رجاي لعيبه عايشه في ايجار، لعيب منتخب مصر عايش في ايجار. تخيل انت لما تبقى لعيب مصر الناس حاسداك طبعا. يعني انا من شمال سيناء قريه بسيطه اسمها الجناين، ف
عندي في البلد الناس فاكره ان حسان يعني واخد 500,000 جنيه ممكن من البطوله الاخيره والكلام ده كله، يعني العربيه ما بيرضاش ينزل بيها البلد عشان حسن ما تحسدش. فالناس واخده حته الانطباع ان انت لعيب منتخب فانت معاك ومعاك والدنيا كويسه معاك. لا انا بوصل رساله للناس ان احنا برضو منتخب بالنسبه للماديات كل الناس بتلعب درجه ثالثه ودرجه ثانيه، مش احسن حاجه في الماديات، الناس بسط عادي وناس عاديه. واحنا رغم كل رغم كل ده بنروح البطوله بنحقق، بننسى كل دوت رغم الضغوط. ما عندكش دوري، اللعيب بيبقى في مشاكل في النادي، اللعيب بيبقى عنده ضغوط ايا كان مصاريف ايا كان، بيروح بينسى وبيحقق البطوله دي. يبقى لازم ارفع لهم القبعه على اللعيبه دي بالجهاز الفني، اكيد طبعا لازم يتعمل لهم تمثال، لان ما فيش لعيب بيلعب دلوقتي لو حتى قصرت معاه رغم ان معاه ملايين بتاثر معاه في حاجه ممكن يسيب البتاع وما يكملش. لكن اللعيبه بتنسى كل ده، بتنزل تركز ان انت بتلعب بمصر. مصر احسن من اي حد، مش قصدي ان انا طالما دخلت في البطوله العربيه مصر نمرة واحد، دخلت في افريقيا مصر نمرة واحد، فبنسى اي حاجه بمثل بلدي. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. مكافئات الفوز اللي بياخدها الاتحاد من مثلا من البطوله العربيه بعد ما كسبنا البطوله العربيه، مكافاه الاتحاد كان كام؟ ما احنا والله ما نعرف. والله مش الحاجات الاداريه دي ما نعرفهاش. انا ما نعرفهاش والله ما نعرف خالص. والله الحاجات الاداريه حاجه معروفه احنا يعني، احنا دايما بنحط نفسنا جوه الملعب بتركيز في الملعب، احنا بنركز في حاجه تاني حاجه الموضوع بس. لا 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 انت كمان مش فاهم والله ما نعرف. يعني مثلا الاهلي لما فاز ببطوله معروف في اللوائح الناس كلها، العيل الصغير عارف ان في مش عارف 4 مليون احنا مش عارف عشان شطيه برضو. انا بعرف حضرتك احنا ما مش ما الناس مش عارفه اللائحه والكلام ده كله، فاحنا دايما بنركز بس في البطوله. اللي الواحد بس صعبان عليه ان الناس اقل منك في الاسم، مش قصدي يعني عشان اغلط في حد، اقل منك في الاسم ومهتمين اكتر منك. معلش مصر فوق اي حد، سواء عربيا او في شرق اوروبا، اروح على اي حد مصر فوق اي حد. الناس عندهم دوري وبيعملوا الكلام ده وانت بتحقق عليهم وتكسبهم. عمان عمان اتكرمت، عمان الوصيف في البطوله العربيه اتكرم. احنا مسافرين تونس، منتخب عمان الوصيف في البطوله العربيه احنا كسبانينه في البطوله في النهائي. احنا كسبانينه في المجموعه وكسبانينه في ومنتخب منتخب قوي جدا، منتخب قوي جدا في اللعبه وواصل كاس عالم وقبل كده واخد بطوله اسيا. احنا الحمد لله كسبناهم في المجموعه وكسبناهم في النهائي. يعني ان شاء الله باذن الله انا اعتقد يعني ان الكلام ده يعني اكيد هيتغير اكيد، وهيتم النظر الى لعيبه ومنتخب مصر، منتخب مصر الكره الشاطئيه نظره اخرى للعيبه والمنتخب. همها مش همها فلوس، همها ان هي تحقق بطولات، تحقق مراكز كويسه، ومهمها ان منتخب مصر الكره الشاطئيه يتقلد ارفع المراكز يعني. فانا اعتقد ان هو الموضوع ده هيتم النظر الى منتخب مصر للكره الشاطئيه. انتوا عندكم في كاس العالم في دبي المجموعه بتاعتكم مجموعه صعبه، عندكم برتغال وعندكم ايطاليا تقريبا في اليونان، اولمبياد بحر المتوسط اللي احنا حققنا فيها ميداليه فضيه قبل كده في ايطاليا 2015. احنا الجوائز بتاعتك ما شاء الله الله اكبر. ده تكريم اهلي في سيناء، ده تكريم اهلي في سيناء. اهلي ده كل ده تكريم اهلي في سيناء. ده كمان ده مش اللي انا اتكرمت ورحت نزلت البلد وهم كرموني. يا جماعه ده تكريم اهالي كابتن حسان محمد في سينا، مراكز الشباب هناك واداره الشباب والرياضه في رمانه ومركز شباب الجناين القريه اللي انا ساكن فيها. هم اللي عاملين لي التكريمات دي كلها، وانا بشكرهم من خلال حضرتك والبرنامج. لما رحت زفه وما اتعملتش في الفرح بتاع الزفه. يا ما شاء الله. والله حسيت ان انا فعلا بلعب منتخب مصر هناك في بلدي. كنا نتكلم على المجموعه دي، مجموعه الاولمبياد مش مجموعه كاس العالم. الاولمبياد دي اخر مره لعبناها 2015 بحر المتوسط، محققين ميداليه فضيه في ايطاليا، المركز الثاني بعد ايطاليا. مين اللي هو يعني بيحقق مركز اول عالميا؟ برتغال، برازيل، روسيا. واحنا في كاس عالم قارات روسيا بتلعب قويه في اللعبه. احنا لعبنا كاس عالم مرات خمس مشاركات، حققنا مركز رابع مرتين، كسبنا ايطاليا، كسبنا اسبانيا، كسبنا اتعادلنا مع البرتغال بطل العالم الجزاء، واسبانيا وايطاليا بطل اوروبا كسبناهم، وكسبنا وتعادلنا مع ايران كان قبل كده في وكسبنا ضربات جزاء اللي حاصل على كاس عالم القارات وبيوصل لنهائي كاس العالم. فاحنا انا من خلال حضرتك بقول ان انا منتخب مصر كره قدم الشاطئيه من افضل المنتخبات بالنسبه لي بعد اليد في النجاحات. احنا بنشارك في اي مكان، احنا اللي محققين. وبقول وبرضه اؤكد رغم ان ما فيش عندك دوري او
امكانيات اللي هي اللي تفرق مع لعيب منتخب مصر تخليه في حياته بعد كده يبقى حاجه. وانا واثق ان صوتكم واصل دلوقتي لاتحاد كره اليد القدم الشاطئيه، واثق من الموضوع ده، واثق ان هو هيتم اعاده النظر في امر المكافئات وامر الدعم المادي والمعنوي الاثنين، المادي والمعنوي لرجاله كره القدم الشاطئيه اللي بيلعبوا باسم منتخب مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصطفى سمير، شرفتنا ونورتنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام محمد، شرفتنا ونورتنا.